لعبت رياضة بزماناتك؟ لعبت رياضة. أنا كنت أسبح مع فريق مدرستي يلي بفتخر فيه أكيد، اللي هو فريق دي لاسال، كان فريق الفرير. فكنت أسبح معهم، فكان لي جزء بهذا الشيء. كرة قدم ما لعبت بالحارة؟ كرة قدم لا، ما يعني كنا أتسلى مع أصدقائي وهيك، ولكن كنت أكثر شيء على السباحة. هلا صار في ملاعب، صار في مباريات بتحضر بس. نعم اليوم الرياضة الفلسطينية، يعني خليني أقول كلمة صدق، يعني الرياضة الفلسطينية بتشهد عصر تطور كبير. وهون برجع عن جد برجع اسمح لي اشكر من عبر شاشه الام بي سي وبرنامج صدى الملاعب، وافتخر كمان بهالفريق، فريق فدائي، منتخب فدائي هو المنتخب الفلسطيني، يلي رغم الضيقات والصعوبات ومنع السفر والامكانيات البسيطه الا انه قدر يوصل. كمان اسمح لي اوجه الشكر هون للرئيس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل رجوب، يلي على إيده وعلى زمنه شهدت الرياضة الفلسطينية هالنقلة والثورة الكبيرة. وكمان هو مسؤول الأعلى للمفاوضية الكشفية، وهو أنا كمان قائد كشفي أبو رامي. نعم. فأحلى التحية له، لأبو رامي، هو أبونا الكبير، وإن شاء الله يعني الله بعطيه القوة ولباقي الشباب قوة، وتحية للمنتخب الفلسطيني في داخل فلسطين. صارت بنهائي أمم آسيا.